بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ إبراهيم عيسى، سبقك بها أبو جهل. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة طلع علينا الأستاذ إبراهيم عيسى كعادته ليلقي حجرا في الماء الراكد بكلامه الذي تعودنا عليه دائما، وتكلم هذه المرة عن المعراج، ثم خرج مسرعا فنفى تكذيبه للمعراج. وسواء هو هكذا أو هكذا، نحن نرد عليه بالفكر بهدوء. الرجل يقول إن حتة طلوع السماء، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتة صعوده إلى السماء دي كلام وهمي أو رواية وهمية جاءت في كتب السنة وفي كتب السيرة وفي كتب التاريخ الإسلامي، رواية وهمية، كلام مش صحيح. بينفي هذا الأمر وثم يطلع مرة تانية ويقول اللي بينفي كتب السنة وكتب التاريخ الإسلامي مش أنا مش بكذب، ده بعد ما قامت عليه ضجة. طيب احنا هنحمل أمر الرجل على أحسنه، لكن نرد الأمر ده فعلا كلامك صح، لم تأتي بجديد، انت جئت بما في كتب السنة، بس مين اللي قالها؟ أبو جهل. يعني كتب السنة روتها عن مين؟ إن اللي كذب وردها مين؟ أبو جهل بن هشام، عمرو بن هشام المسمى أو المكنى بأبي جهل، كنوه بأبي جهل. طيب أبو جهل ده الحديث في الطبراني لما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ليلة أسري به، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمر علي أبو جهل فقال: هل من جديد يا محمد؟ هل من شيء جديد؟ يعني في دعوتك. فقلت: نعم. قال: ما هو يا محمد؟ قلت: أسري بي ليلة أمس. قال: إلى أين يا محمد؟ قلت: إلى بيت المقدس. فطبعا أبو جهل لما سمع كده الأمر ده كبير، فما حسش النبي أنه أنكر شيء ولا أنه رافض الكلام ده. قال: يا محمد، أرأيت إن جمعت لك الناس وبطون العرب أتحدثهم بما حدثتني به الآن؟ قال النبي: نعم. النبي جاي يبلغ. فأبو جهل متطوع يجمع الناس يسمعوا، تفضل يا أبو جهل. فذهب أبو جهل. طبعا مش أبو جهل راح يجمع الناس مش عشان الدعوة، مش عشان الخير، لا لا لا، أراد أن يجمع الناس ليكذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بغيته. وبالفعل ذهب أبو جهل وجمع الناس وبطون العرب، يا بني فلان يا بني فلان، جمعهم وقال: اسمعوا ما يقول محمد، إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ليلة أمس ونحن نضرب الإبل عليها شهورا. فجمع الناس، فبدأ الناس يسألوا رسول الله: ماذا حدث؟ قال: أسري بي ليلة أمس. إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فتحول الناس ما بين ضارب كفا بكف وواضع يده على رأسه، والناس صدموا من هذا الخبر الذي لا يألفوه. هو فعلا من البشر غير مألوف، لكن حينما ينسب إلى القادر سبحانه وتعالى، إلى القدير العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون، لا خلاص سهل جدا. طالما بالأوازاك النبي كان يقول: أسري بي ليلة، أسري بي، مش أنا اللي أسرت، لا أسري بي، يعني جعل الفعل لما لم يسمى فاعله إشارة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي أسرى بعبده. طيب، فقال بعض الناس: صفه لنا يا محمد، وصف لنا كده المسجد الأقصى، وصف لنا بيت المقدس. فالنبي يقول: فأخذت أنعت بعضا ويخفى علي بعضا، يعني أنا بوصف بس في حاجات بتقع مني، أشياء بتغيب عني، ما هو مش هيروح يحفظ شكل الإيه. فيقول: فجاءني جبريل بصورة المسجد أمام عيني، فأخذت أنظر إليه وأنعت، وأنظر إليه وأنعت. فقال الناس: أما النعت فهو صحيح، وأما ما تقوله فقد تجاوز عقولنا، يعني لا نستطيع تصديقه. وذهب بعض الناس فجاءوا بسيدنا أبي بكر الصديق الداعم الأول القوي لسيدنا محمد، وقالوا: إن محمدا يزعم، صلى الله عليه وسلم يزعم
أنه أسري به إلى بيت المقدس ليلة أمس، وجاء في نفس الليلة فكان بين ظهرانينا، فقال أبو بكر إنكم تكذبون على الرجل، قالوا ها هو دونك فاسأله إنه هناك يحدث الناس. فقال أبو بكر إن كان قد قالها فقد صدق. فجاء أبو بكر لرسول الله، ماذا حدث يا رسول الله؟ قال أسري بي ليلة أمس يا أبا بكر. إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى بيت المقدس يا أبا بكر. أبو بكر عايز يطمئن أيضا، يطمئن قلبي. قال صفه لي يا رسول الله. فيقول الرسول فجاءتني صورة المسجد مرة ثانية، فأخذت أنظر إليها وأنعت لأبي بكر، وكلما نعت وصفت يعني، قال أبو بكر صدقت، أشهد أنك رسول الله. النبي يصف وأبو بكر يقول صدقت، أشهد أنك رسول الله، حتى انتهى النبي من وصف المسجد عن آخره، فضرب النبي على كتف أبي بكر الصديق وقال وأنت يا أبا بكر الصديق. ومن يومها سمي أبو بكر الصديق، هو عبد الله بن أبي قحافة، كنيته أبو بكر، لكن كلمة الصديق دي حصلت من يوم تصديقه للنبي في الإسراء والمعراج، فيه عندما أخبر النبي بحادثة الإسراء والمعراج سمي أبو بكر الصديق. يبقى إذن الأستاذ إبراهيم عيسى لما يقول أنا لا آتي بالأخبار دي من عندي، ده في كتب السيرة، فعلا في كتب السيرة إن أبو جهل كذب حقيقة، لكن كتب السيرة بتسوق الأمر ده كخبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخي لو تناقش الناس في هذا الأمر قديما، فهم يتناقشون فيه على سبيل الدرس والفهم والخلاف الفكري، لا على سبيل إلقاء الشكوك في أذهان الناس بهذه الطريقة. يعني كان ممكن يتكلموا الإسراء بالروح أو بالجسد ويستقر الأمر على شيء معين، وممكن يتكلموا عن كذا أو كذا، لكن الإنكار ده كان بيقوم به نوع معين من الناس. الاتجاه بتاع الإنكار ده أنت تعرف من أين بدأ وإلى أين يعني وصلت إلينا هذه الشبهات، أو من أين وصلت إلينا هذه الشبهات في كتب كاملة. وأنت تعرف أيضا أن في منهج في الأزهر في الرد على الشبهات، الشيخ محمد أبو شهبة وغيره وغيره وغيره، رد على الشبهات والإسرائيليات وهذه الأشياء، المناطق الضبابية التي تستغل، المعارك الفكرية التي تثار بين عشية وضحاها، لا تكن معولا من معاول هؤلاء الناس الذين يثيرون تلك الضجات في بلادنا والمعارك الفكرية في بلادنا. المجتمع غير متحمل لهذا الأمر، البلد بتبني نفسها، ما تأتوش تهدموها، تهدموها فكريا وتثير فيها الانشقاقات وهذه الأشياء. نسأل الله أن يهدينا جميعا لأرشد أمرنا. فأنت يا أستاذ إبراهيم عيسى لست نسيجا وحدك في هذا الأمر، وإنما سبقك بها أبو جهل قديما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا مش بأشبهك بأبو جهل، لكن بأكد على كلامك أنك أنت مش هذه مش من بنات أفكارك، أنت مسبوق قبلها، أنت حاليا رجل مسلم في بلد مسلم، لكن أبو جهل كان بيكذب تكذيب رهيب جدا. فنسأل الله ألا تكون يعني ممن يكذبون، وأن تكون قد نقلت ما قاله أبو جهل فقط لا غير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.